قررنا نفتتح معرض أنا والفنانة التشكيلية حكمة إسماعيل. انضغطنا شهرين، تم تناول عدة قضايا بمعرضنا. المعرض كان برعاية مكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية. الحمد لله رب العالمين تم افتتاحه ولقى إقبال كبير، ورح يكون معارض كثيرة إن شاء الله، ومن ضمنها رح تكون أشغال يدوية إعادة تدوير. هون المرسم أهدافه مثلا تدريب فتيات من عمر 8 سنوات وما فوق للرسم، للأشغال يدوية إعادة تدوير. ولكن يعني هلا نحن عم نجهز لمعرض ثاني ان شاء الله في خارج سوريا ان شاء الله، بس في عنا شوي صعوبه بتامين المواد، مبالغه شوي غاليه شوي. بنتمنى ان نتطور، ونحن عم نعمل على عم نسعى انه نطور عملنا، ولكن بده جهد وبده صبر ان شاء الله. نشتغل على الأسود السماوي.